الموضوع ده، وفعلا الهدوء بيخليك تاخد قرارات سليمة في مين يجي النادي، في قرارات مهمة مع الناس اللي بتشتغل معاك. فأنا حبيت أقول بس في البداية، إحنا لسه كبداية، إحنا لسه ما نجحناش النجاح الباهر، بنسعى لده من خلال جبنا مدرب محترم مستر ديمتري، وجبنا مجموعة متميزة جدا من اللعيبة المتاحة اللي كانت متاحة، وكان في تعنت من البعض مجرد ما النادي الأهلي دخل اللعبة زي ما بيقولوا. هم الكل حتى في الوسط الرياضي فيما يخص كرة القدم النسائية، إن كل عارف اسم النادي الأهلي لما بيدخل في حاجة بيدخل بشكل مؤسسي، بتلاقي المنظومة كاملة من أصغر لأكبر واحد. إحنا عاملين منظومة محترمة جدا جدا جدا، كلها لوائح وكلها عقود، مش حاجة اسمها استمارة دي الولاد الصغارين، إحنا ابتدينا محترفين في اللعب. فالبعض بيشوف اللي إحنا لسه ما عملناش حاجة، والبعض بيشوف اللي إحنا نجحنا، والبعض بيشوف ببعض التصرفات الغريبة اللي إحنا مش متعودين عليها. لكن في الأول وفي الآخر لو سألتني كمسؤول، أنا شايف إحنا لسه بنبتدي، لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. في فرق عندها خبرات كبيرة جدا، بنحاول من البداية، بنقول لكل جماهير النادي الأهلي والمنظومة إحنا على قدر المسؤولية، بنتعب بنجتهد وبنشتغل شغل كبير جدا. باشمهندس عدلي أستاذ إبراهيم، إحنا في ثلاث شهور عملنا ثلاث فرق. واللي الناس تتكلم عن فرق كرة القدم السيدات بالشكل ده، صدقني دي حاجة تليق باسم نادينا. ليه؟ علشان القماشة كانت قليلة جدا، اللعيبة الكويسة أو اللاعبات الكويسة قليلين مش كتير. لكن اتفرجنا على فيديوهات بعناية، اخترنا الأخلاقيات قبل أي حاجة، اخترنا في كل مركز مين اللي هيناسبنا في المرحلة دي. أنا هديك سر يا أستاذ إبراهيم ومحدش يعرفه كتير عن فرقة كرة القدم السيدات. هو كابتن شادي يعني الحقيقة قول، طب خليه يقول لنا السر بس، قول اتفضل يا كابتن. انا هقول حاجه بس سريعه، فرقه النادي الاهلي الفريق الاول عندنا 2 15 سنه و12 لعيبه 18 سنه. 12 لعيبه 18 سنه. 18 سنه، وفي فرق كتير يتراوح معدل السن من 25 وانت طالع فوق لغايه 29. انت بتتكلم على الفريق الاول بيضم العدد ده ولا دي؟ الفريق الاول. اوه. لا الفريق الاول، الفريق الاول. يعني متوسط الاعمار عندك؟ حبيبة عصام اللي مصر كلها بتتكلم عليها ما كملتش 18 سنة أصلاً. دي المفاجأة بقى. أصلاً. وجايبينها من دجلة السنة دي، وكانت فرصها في اللعب في دجلة قليلة، معناها إن العين جوه النادي الأهلي أظهرت حبيبة بالشكل اللي يليق بيها حتى لو هي سنها صغير، فعبرت عن نفسها واحترمت تيشيرت النادي الأهلي وبتقاتل في التدريبات. هي النهارده قالت لي جمله، قالت لي انا لعبت سنين طويل بس اللي انا باخده من النادي الاهلي في شهرين ما كنتش احلم بيه، والله ده كلامها النهارده ليا انا بشكل شخصي يعني. والحقيقه مش هي بس يا كابتن شادي، كلنا ما كناش متخيلين. يعني انت عارف الاهلي دخل متاخرا في رعايه اللعبه دي لان ده كانت تعليمات الاتحاد الدولي بالظبط، ان لازم يبقى في كره نسائيه. طيب لما دخل النادي الاهلي انا قلت والله هيعملها يعني باسلوب شكلي في البدايه عشان يستوفي الشكل يعني، لكن يبدو انت قلت ايه؟ اشكر الكابتن محمود الخطيب الذي يعني هو حريص ان الاهلي لما يخش على حاجه لازم ينافس وينافس بقوه من اجل البطوله. فالحقيقه النتيجه قدامنا مبشره، ويعني اذا كان انت شايف هنقدر نكمل بالطريقه دي، احنا برضو لازم نفكر برضو ان النقله الجايه هتبقى المقارنه بافريقيا عامله ازاي. دي حقيقه، وحضرتك لمست نقطه بغايه الاهميه. احنا عندنا انديه منافسه في مصر قويه جدا، بنتكلم على دجله بقاله وقت كبير جدا، وانا على المستوى الشخصي بحترمهم. في فرقه توت اللي بقى اسمها مسار دلوقتي، لسه راجع من بطوله افريقيا وهتلعب ثالث ورابع. ده كانت سيمي فاينل دوري الابطال. بالظبط، فرقه محترمه جدا جدا.